السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ تاني النهاردة نايت 3. طبعا بإذن الله هنخش اللعبة ونجهز بسرعة. طبعا الليلة دي من الليالي اللي هيبقى فيها بعض المخاطر. طبعا يا شباب، طيب بصوا يا شباب، يعني بالنسبة لنا النهاردة نايت 3 هيبقى فيها مفاجآت كتير، لأن أنا هبدأ ألاعب الطفل نفسه ومش هيبقى فيه هزار وضحك زي اللي فات. لأ، اللعبة المرة دي هتبقى مرعبة والوحش هيبقى قصادي. تمام، الليلة دي والليالي اللي جاية لحد حوالي 3 4 ليالي، وبعد كده هتبدأ ليالي الألغاز. تمام، طيب بصوا يا شباب، يعني أول حاجة احنا محتاجينها، يعني أنا لحظة لسه جاي من البيت. طيب ماشي، بص أنا ايه ده، الرابط يلا وقفت اللعبة يا شباب. ايه دي؟ ماشي. طيب بصوا يا شباب، طبعا أول حاجة أنا وأنا كنت رايح على التلفزيون. تمام، طبعا أنا المفروض أروح أجيب البيبي. تمام، خليك معايا دقيقة. طيب كالعادة يعني، بس احنا لسه هنقع في مقالب النهاردة. البيبي اهو ماشي. انا كده المفروض ان انا هديت النونو اذا بعد ما صوت وصرخ يعني. تمام، طبعا انا هقفل الباب بقى، يعني خلاص انا لما هدي البيبي دايما بنزل يعني. تمام، وانا يعني بص، اول حاجة بقى عشان متضايق من اللقطة دي، يعني اللقطة هتبقى مرعبة شوية يعني. تمام، بص بص يا باشا، بص يا باشا، انا دلوقتي هعمل لنفسي ساندوتش في الميكرويف اللي انا جبته في الليله اللي فاتت. تمام، او مش مايكرويف، معلش اسمه ايه دوت، بتاعه التوست دي نسيها، ما علينا، انتوا فاهميني. تمام، طبعا اول حاجه افتحها. تمام، وابدا احضر الساندوتش بتاعي. طيب انا هحط اول الحاجه العيش بتاعي طبعا. تمام، طيب انا طبعا انا فنان طبعا طول عمري من يوم يوم يعني، فا يعني ماشي. طب احنا نبدأ بايه؟ هو انا عامل سندوتش ايه؟ طيب بص، احنا اول حاجة نجيب لانشون، خليك دي. طيب ايه ده، انا عملت ايه؟ هو مش، لا لا احسن ثانية بس. ايه ده، ارنبيط ده ولا مش فاهم؟ ماشي يلا حط ارنبيط. هحط كل الثلاجة يا جماعة، يعني ما حدش عادي يعني، انا بحب احط كل حاجة يعني، ما احرمش نفسي من حاجة. انا شريحة طماطم، طرنشات طماطم، طيب جبنة رومي. انا رايح اعمل نفسي العشاء، مش هعمل كده. ماشي، ده خيار مخلل، مخلل زي ما بيقولوا. شريحة اللانشون. تمام، بعد ما حطيت الوصفة السرية بتاعتي هحط بقى العيش. ثانية امسك واحط العيش واقفل على التوست بتاعي وشوفوا بقى. يعني يا شباب تبدأ ليالي السحر. شوف، فيد مي، اكلني، خليكم بقى باصين اكلني. فحضر الببرونة معايا، ببرونة في الاخر بسرعة عشان الباب مقفول بتاع المطبخ اصلا. الله، طيب احنا وقعنا في اول فخ. طيب بصوا يا شباب، وعايزني اتلاقي المخرج. تمام، فخليك دقيقة ثانية. خد بالك انا بقالي ايام ما لعبتش اصلا، يعني بتذكر يعني الخطوات اللي عملتها. طيب كده ده اول حاجه، قفلنا الباب ده. الباب اللي قصاده، الباب اللي قصاده ده بيته. تمام، طيب شايفين النونو متعصب يا جماعه، النونو متعصب. شوف هقوم ارضعه. طيب هبدا اغير له، هنا بقى تقع النقطه، او ما ابدا اغير له يا شباب، انا خايف اديله ظهر يا شباب. مسك البامبر. طيب بدأنا اللعبة هنا بقى، هنا ذا بيبي انيلو بقى. ماشي شباب، طيب سريع. حاسس بيك والله. الأوضة فين؟ يما يوم يا ثانية بس. كده هدينا النونو. طيب انا صح، انا هحط البيبرونة بوديه ينام. تمام، طيب انا هبدأ اقرب من نونو دلوقتي.
ايه ده يا جماعة؟ طيب مفيش مشاكل. ستيل ذا بيبي، لازم اهدي بسرعة. طيب وانا حط له اي عروسة هادية. كان اعتقد الخروف هي دي فعلا. انت وفعلا قصة الخروف يا شباب. طبعا انت عشان تبقى عارف العروسة بتشوف القصة اللي محطوطة على المكتب. تمام، حلو قوي. بس هي القصة هتترمي من ايدي دلوقتي يا باشا. يا باشا هو ده الكلام. هنا بقى هنقلب كائنات فضائية مش لعبة رعب. تمام يا شباب. طيب يعني good night. هنبدأ بقى مغامرات مفيش زيها. طبعا انا ناسي دي ختمة الليلة ولا لأ، بس خليكوا دي معايا هنشوف يعني. دي ختمة الليلة. طيب يا شباب عاش جدا، احنا قدرنا نخلص الليلة التالتة في وقت وجيز. وطبعا يا شباب الليلة الرابعة اللي هي دي والليلة الخامسة هيبقوا طول سنة. تمام، فا يعني ربنا يسهل طبعا يا شباب الموضوع، يعني بإذن الله يتحل بسرعة. هنشرب بإذن الله يوميا، مش هوقف عشان بإذن الله أنا عايز برضو أخش في ألعاب تانية لو اكتشفتها، وأخش برضو في بعض المحتويات عايز أوريها لكم بإذن الله الفترة الجاية. وشكرا.